النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والصحه والتضامن ومستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه ورئيس المجلس القومي للمراه، كانوا بيبحثوا المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه. الرئيس وجه بالتعامل مع القضايا المجتمعيه اللي تتعلق بتنميه الاسره المصريه حسب معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، عشان نستفيد من الجهد الحالي في إطار المشروع القومي اللي بنطور فيه قرى الريف، وندقق البيانات بشكل يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، يشمل الأبعاد الأسرية مجتمعيا وسكانيا وصحيا وثقافيا، بما فيها تمكين اقتصادي للمرأة والاهتمام بصحة المرأة.